فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كانت ناشزا فإنها في الأخير تضرب ضربا غير مبرح. يقول: ما ضابطه؟ وهل له أن يضرب الوجه حين ذاك؟ لا، الوجه لا يضرب، ما يجوز لا ضرب الإنسان ولا البهيمة ولا الوجه، لا يجوز ضربه لأنه مجمع الحواس، يتأثر، قد يفقد البصر، قد يفقد الشم، مجمع الحواس، فلا يضرب الوجه. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن الوسم، الوسم في الوجه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.